لا يعني مجال للتصادم في العراق إلا عن طريق الحوار. ماكو طريقة حل الأزمة السياسية اللي موجودة في العراق إلا عن طريق الحوار. أما عن شركاء السيد الصدر تحالف إنقاذ الوطن فهم كان جالسين في الحوار الأول، والحوار الأول كان هو دعوة أو تمهيد لحوارات عديدة ستكون في الأيام القليلة المقبلة. وهناك كانت اتصالات أيضا بين السيد هادي العامري والسيد مقتدى الصدر قبل يوم السبت، يعني قبل يوم التظاهر، وكان السيد الصدر ناوي على التظاهر فقال له بعد يوم السبت. المهم فخلال هذا الأسبوع سيكون هناك اتصال بين السيد العامري والسيد الصدر، وسيكون هناك جلوس التحاور. جنابك الكريم، اليوم احنا خلينا نستذكر في 94 في إقليم كردستان لما كانت اصطدام كردي، ما كان الأمر من القادة الأكراد، كان من الأمر من الشعب اللي خارج في ذاك الوقت. واليوم نحن لا نريد أن نوصل الوضع إلى هذا الحد. كليتنا معترفين اليوم هناك أخطاء في العملية السياسية، هناك أخطاء جسيمة في الدستور، هناك أخطاء في قانون الانتخابات، والكل مع حل البرلمان والكل مع الذهاب إلى انتخابات مبكرة لكن عن طريق القانون والدستور. جنابك الكريم، مجلس القضاء الأعلى اليوم نأى بنفسه عن حل البرلمان وما أنطى فرصة أنه لحل البرلمان. ليش؟ لأن الدستور أجبر على هذا. وحتى المحكمة الاتحادية في قرار سابق أيضا نأت بنفسها عن هذا الموضوع وقالت هناك طريقتين والدستور حددهن. اثنين، نحن دستورنا كان بكل شيء فيه توافقية وفيه ذكر للمكونات مكونات مكونات، وهذا يدعو إلى محاصصة الشعب العراقي وترك التوافقية في الشعب العراقي. اليوم بحاجة إلى ذكر كلمة مواطنة في الدستور. ثلاثة، اليوم أيضا في الدستور العراقي ما جعل عقوبة لمجلس النواب حين لا ينتخب مثل رئاسة جمهورية خلال مدة معينة. وكل هذا يترك أنه هناك خلل، بعض الخلل في الدستور، وبعض الخلل ترك الأعراف السياسية اللي تتفق عليها الكتل السياسية في السنوات السابقة. خلينا نتفق ونمشي. اثنين، لو احنا منصفين مع انفسنا ومنصفين مع الشعب العراقي كانت ثورة تشرين اعمق من هذه اليوم اللي يدعي بها السيد الصدر هي الثورة. كان خرج هناك شعب بدون لا راية ولا علم ولا حزب، وكانت مطالبهم واضحة، نريد وطن. وكل الأحزاب السياسية اتفقوا على أن يكون هناك توافق سياسي وإجراء انتخابات مبكرة وتغيير مفوضية. هي المشكلة مو بالانتخابات المبكرة ولا بالبرلمان، هناك مشكلة حقيقية في العملية السياسية، والكل مشخص هذا الموضوع.